الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. نهج عمر وأبو بكر حنا نجي، لك بعد ما نركع لا بشر لا نرتجي، لك تحسن على الجبال. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحمي الثورة ويحمي الثوار ويحمي المجاهدين الصامدين، الصامدين في سبيل الله، صامدين بعون الله، صامدين صامدين صامدين. ارحل عنا، ما نريدك، ما بدنا اياك، ارحل انت والخونة تبعك، احنا صامدين ما بدنا اياك، ارحل عنا ما بدنا اياك، صامدين ولو جعنا ولو عرينا. بسلامة الضباط الأحرار، بسلامة الضباط الأحرار، الصامدين صامدين في سبيل الله، والله أكبر. وجايينك إن شاء الله ريتك زلزال، حسبي الله عليك ونعم الوكيل، يا أبو روالة يا بشار يا بن أنيسة. بسم الله الرحمن الرحيم، حضرنا اليوم إلى مدينة الباب من مدينة الراعي، نشارك أخواننا الثوار بهذه المناسبة الطيبة المباركة على قلوبنا، مناسبة عيد الثورة 12. نسأل الله العظيم النصر القريب لهؤلاء الشعب المكلوم، ونسأل الله أن يوفقكم إلى كل خير. حضرنا نشارك في هذه المناسبة الطيبة، ووجدنا أخوتنا بكل حماس وكل صدق في هذه المناسبة، متشاركين متخاوين، والحمد لله رب العالمين. نادين طه، ناشطة بمجال حقوق الإنسان وحقوق النساء بشكل عام. نحن اليوم هون من موجودين لنأكد على ذكرى الثورة السورية، اللي هي كانت طلعنا لنطالب بحريتنا بكرامتنا. هاي الثورة غيرت فينا كثير، عرفنا أكثر شيء حقوقنا، دورنا كمواطنين اللي كان كثير النظام أغلق علينا مثل قوقعة، عرفتنا أكثر، زاد وعينا السياسي بحقوقنا ودورنا بهذا المجتمع. بوجه رسالة لنساء العالم، لنساء الدول كلها، يا دا أن تكون متضامنة معنا. نحن النساء السوريات، النساء اللي تعرضوا لاعتقال، لتهجير، لقصف، تعرضوا لكثير ظلم بهذا المجتمع نتيجة مطالبتهم بحقوقهم وبكرامتهم وأنهم يكونوا مواطنين لهم حرية. بتمنى مثل هذا اليوم نكون حاصلين على حريتنا، تكون طالعين كل المعتقلين والمعتقلات من سجون نظام الأسد، تكون ثورة سورية دورة فيها عما الديمقراطية والمواطنية. يا صوت وجبة عرسية.
الشباب.